السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية ومستجداتها وآخر التطورات. لكن لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلون الجرس، رأيكم يوم ندخل بصندوق التعليقات، ولا تنسوا تشتركون بالفيديو وتضغطوا اللايك. يلا نبدأ الفيديو، والصلاة على محمد وآل محمد. أجرى اليوم الخميس منتخبنا الوطني وحدته التدريبية استعدادا لمواجهة الغد أمام الكمبيوتر الياباني عند الساعة 2:30 بعد الظهر. نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق في مباراة غد، ولنتابع سويا صور تدريبات منتخبنا الوطني اللي أجريت هذا اليوم. هذا وقد عقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني كاساس الى جانب لاعب منتخبنا الوطني ابراهيم بايش صباح هذا اليوم الخميس في المركز الصحفي ميشر، والخاص بمباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الياباني والتي ستقام غدا الجمعة عند الساعة 2:30 ظهرا، ويحتضنها ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ذلك ضمن اطار مباراة الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا 2023. ولقد استهل كاساس المؤتمر الصحفي بتوضيح حادثة طلب اللاعب منتخبنا الوطني دانييلو السعيد، حيث أوضح قائلا إن اللاعب هو من طلب بشكل شخصي مغادرة وفد المنتخب الوطني بعد نهاية لقاء أندونيسيا، مشيرا إلى تفهمه لطلب اللاعب، خصوصا إن لغة التخاطب بينهم مباشرة وهي اللغة الإسبانية، مع محاولة لإقناعه بالبقاء مع زملائه، لكنه لم يكن يرى نفسه في صفاء ذهني منذ معسكر أبو ظبي إلى جانب زملائي للدخول في أجواء البطولة. وأضاف مدرب منتخبنا الوطني كاساس قائلا أن تحضيراتنا لمواجهة المنتخب الياباني لقد اكتملت، ونحن الآن في جاهزية تامة للقاء المنتخب المرشح الأول للبطولة، ونسعى نحن كمنتخب عراقي للظهور بمستوى طيب أمام منافس قوي، وأنا على ثقة عالية جدا بجميع لاعبيني لمقارعة أقوى المنتخبات وبضمنها المنتخب الياباني الأكثر تتويجا بهذه البطولة. وعن إمكانية إشراك اللاعبين سعد ناطق وأسامة رشيد في مواجهة الغد، أضاف كاساس إن الاتحاد العراقي لقد وفر كل شيء، وفر كل احتياجات اللاعب أسامة رشيد من أجل تأمين ذهابه وتواجده لجانب عائلته في لحظات مهمة وعودته بطريقة تضمن له أن يكون في راحة وجاهزية تامة للوصول اليوم إلى الدوحة والالتحاق بالفريق. كما أن سعد ناطق عاود تدريباته بالرغم من تعرضه لإصابة في يده، ويبدو أنه هو في جاهزية تامة أيضا. سوف أقرر فيما بعد موضوع اشتراكهما في المباراة. من جهة أخرى تحدث لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بايش في نفس المؤتمر الصحفي مستهلا بداية المؤتمر بتهنئة زميله أسامة رشيد بمولوده الجديد، متمنيا لهم وفور الصحة، مضيفا في الوقت نفسه أن استعداداتنا لمباراتنا أمام منتخب اليابان استعدادات جيدة، ونسعى لتقديم أفضل ما عندنا، وعندنا أمل أن نطبق تعليمات وتوجيهات الجهاز الفني لمباراة الغد من أجل الظهور بمستوى يليق باسم أسود الرافدين. أنتم شو رأيكم؟ تعليقات مدربنا كاساس ولاعبنا إبراهيم بايش، أنتظر رأيكم في صندوق التعليقات. هذا وقد وجه مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس مساعده بالاتصال والاطمئنان على دانييلو السعد بعد أن سافر برحلة طويلة من قطر ثم الإمارات وإلى النرويج. هذه رسالة الجمهور العراقي، لا تصدق كل ما يقال من بعض الإعلاميين، نعم من بعض الإعلاميين بين قوسين بعض الإعلاميين،
وكل ما ينشر في بعض المواقع، أنا مؤكد في بعض المواقع. ورجان مدربنا كاساس خليكم بظهره، لا تصيرون مثل فيلم السفارة في العمارة، يوم رفعوا عادل إمام كنا بظهره، ويوم غير رأيه كلهم رجعوا طعنوا به، والنفس اللي أيشاله نفسهم اللي ذبه. وخلونا نصير كنا داعمين ومساندين لكاساس ومنتخبنا الوطني من أجل عبور هذه المرحلة، وإن شاء الله منتخبنا قادر على أن يحقق نتائج ترضي الجماهير العراقية بقيادة الإسباني خيسوس كاساس. منتخبنا ينتظر دعمكم، واجعدنا لمباراة مهمة أمام اليابان. كنا عراقيين وهي سود رافدين. هذا قد عقد صباح هذا اليوم أيضا المؤتمر الفني مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الياباني، واللي راح تقام يوم غد الجمعة عند الساعة 2:30 بعد الظهر في ملعب المدينة التعليمية بالدوحة. ولقد مثل الجانب العراقي المدير الإداري مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني محمد ناصف ومدير التجهيزات حق إبراهيم والمنسق الأمني عمر كاظم، حيث تقرر أن يرتدي منتخبنا الوطني الطقم الأبيض الكامل، وإنما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر، فيما سيكون المنتخب الياباني بالأزرق الكامل وحارس مرمى بالطقم الأخضر. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة. هذا قد أكدت مصادر بأن مدرب منتخبنا الوطني كاسا سوف يدخل في مباراة غدا بأسلوب تكتيكي منظم، حيث سيعتمد على الهجمات المرتدة وسيلعب من الأطراف وأيضا سيلعب بالعمق. عدد من اللاعبين تم اعطاهم واجبات لغرض المساندة في الخط الدفاعي، أما المرتدات فسوف تعتمد على عدد من اللاعبين الجدد، ستكون مفاجأة في المباراة سبق أن نوع عنها كأساس. هذا خبر من مصدر موثوق. هذا وقد صرح مدرب منتخب اليابان هاتشيمي ماريسو قالا أن منتخب العراق هو منتخب قوي ويلعب ككتلة واحدة، أما نحن دائما نحلل أدائهم، ومن المهم أن نلعب بشكل طبيعي ونتعلم من أخطائنا في المباراة التي جرت أمام فيتنام، أما عن لاعبينا فهم جاهزون لتقديم أفضل ما لديهم أمام منتخب العراق. نعم شعرت ببعض المشجعين لم يكن راضيا على منتخبنا أمام فيتنام، لكن المباراة انتهت وعلينا التحضير مباراة العراق المقبلة. الله لا يحضركم ولا جاهزكم إن شاء الله. الصحفية اليابانية أنا سوكو تحذر منتخب بلادها اليابان من منتخبنا الوطني، وعن أبرز ما جاء في تصريحه قالت علينا أن نكون حذرين من المنتخب العراقي، فهو خصم لا يستهان به، منتخب وفريق قوي وعدواني، ولديهم عدد من اللاعبين المميزين الخطيرين مثل ميرخاز دوسكي وعلي جاسم ومهند علي في الهجوم، وعلى دفاعنا أن يكون حذرا منهم. أما عن اللاعب علي جاسم فهو يعرف كيف يلعب، وعلى لاعبين صد بكل قوة وقد يسبب لنا كثير من المتاعب،